مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، ووصلت العظمى في عمان 24 درجة مئوية. هاي الليلة بتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق وفرصة لزخات محلية ليلا، وفي الصباح الباكر في مناطق محدودة وعشوائية. وبتوصل درجة الحرارة ل 16 درجة، أما رطوبة 56% والرياح شمالية غربية. غدا ويومي الأربعاء والخميس ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء ربيعية دافئة نهارا ولطيفة، وبتوصل درجة الحرارة بنهار ل 26 وبالليل بتنخفض ل 16 درجة. بننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى اليوم غد في باقي مناطق المملكة. في إربد بتسجل 17 وغدا 27، عجلون أجواء غالبا صافية 15 وغدا 25، جرش 17 وغدا 28 وأجواء ربيعية. المفرق 16 وغدا 28، الزرقاء 18 وغدا 28 درجة مئوية. بتسجل درجات الحرارة في السلط 16 وغدا 25، مادبا 16 وغدا 27، مطار ملك علياء 17 وغدا 28 درجة وأجواء ربيعية لطيفة. البحر الميت 23 وغدا 35 وأجواء حارة، الطفيلة 17 وغدا 25، أما الكرك 16 وغدا 26 درجة. في معان بتسجل 19 وغدا 29 درجة مئوية. في العقبة 25 وغدا 33، نهاية برويشد 18 وغدا 31. إذا ملخص الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء لطيفة ليلا وسحب متوسطة يوم الثلاثاء. وإلى أخبار الطقس والمناخ عالميا، حيث أغلقت المطارات والإدارات العامة وعلقت الامتحانات في الجامعات والمدارس في العراق جراء عاصفة ترابية. العاصفة الترابية الجديدة ضربت العراق بعد سلسلة من العواصف المماثلة اجتاحت البلاد منذ نحو شهر، وتسبب إدخال 2000 شخص على الأقل إلى المستشفيات. طبقات من الرمال الصفراء غطت المباني والسيارات المركونة في الشوارع وآثاث المنازل، فيما حجبت سحب الغبار السميكة الرؤية لأمطار. كما قررت إدارة مطار بغداد الدولي تعليق الرحلات الجوية خلال اليوم بسبب وصول مدى الرؤية إلى 300 متر فقط. ننتقل لدرجات الحرارة في مدن ودول حول العالم.